ده لكتشر 7 بارت 2. بعتذر علشان الريكورد اللي فات حصل فيه مشكلة. المهم هنكمل لكتشر 7 بارت 2. اوكي، اخر بوينت وقفنا لها، لو انا عايز اجيب البريك ايفن بوينت ان دولار بطريقة تانية يبقى لازم نجيب الكونتريبيوشن مارجن افريج بس ريشيو. طب نعمل ايه؟ بي ماينس بي ديفايدد بي، بس انهي بي؟ الافريج برايس، الافريج فاريبل كوست. يبقى نفس ما جبنا بالظبط ال contribution margin بطريقة ال average، هنجيب برضو ال price وال variable cost بطريقة ال average. هنا ال price بتاع A $40 multiply 0.25 plus ال price بتاع B $20 multiply 0.75. ال variable cost كانت $20 multiply 0.25. ال variable cost ل product B كانت $12 multiply 0.75. جبت ال average price، جبت ال average variable cost، جبت contribution margin ratio. لو قسمت ال fixed cost على contribution margin ratio هيطلع لي dollar amount. عايز هو في المسألة بقى عادي جدا، عايز target profit in units in dollar. خلاص انت already ايه عرفت هتعمل ايه. تمام. طيب بص يا شباب، لو انا جيت دلوقتي خدنا اكزامبل اللي موجود في الباوربوينت ده، بيقول لي the power tools division of ABC hardware introduces two products. J is selling price 150 and variable cost 90. يبقى عندي product J selling price بتاعه كان 150، variable cost كانت 90. عندي product تاني circular، يبقى نديله مثلا C ال selling price بتاعه 200، ال variable cost بتاعته 120. يبقى يا شباب معلش ثانية لون اتغير. اوكي، ال contribution margin ل J $60 وال C $80. تمام. وبيقول لي ان انا مبيعاتي ال sales mix هنا 3 ل 2، يعني كل 3 units من J ببيع قصادهم 2 units من C، يعني total 5. يعني لو انا عايز اجيب sales mix percentage اقسم 3 divided 5 يبقى 0.6، 2 divided 5 0.4. حليت المسألة ليه؟ لو انا عندي fixed cost زي ما هو مديهاني 68,000 في المسألة، قال لي هات لي البرودكت فيكسد برودكت ميكس. خلاص، اول طريقه اللي احنا حلينا بيها، هنجيب الافريج كونتريبيوشن، انا اسف الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن. احنا هنحل نمبر 2 الاول، الكونتريبيوشن مارجن افريج يبقى $60 نسبه المبيعات 0.6 بلس $80 نسبه المبيعات 0.4، هيديني الافريج كونتريبيوشن مارجن اللي هو كام. تعالوا نحسبها مع بعض، ده 32 وده 36، يبقى كام يا شباب؟ 68. اقسم الفيكس كوست 68 ديفايدد 68 البريك ايفن بوينت. تمام، للشركه كلها هتطلع 1000 يونت. طيب كام من J وكام من C؟ نضرب في الميكس اللي هو 0.6 0.4، هتطلع يا شباب 0.6 تطلع 600 يونت، هتطلع 400 يونت. حلو. تمام، يبقى كده جبنا البريك ايفن بوينت ان يونت. لو عايزينه ان دولار يبقى نضرب في السيلينج برايس. طيب فين المشكله؟ مفيش مشكله، خلاص حل. في طريقه ثانيه بقى. ايه هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية دي اسمها fixed ratio، او طريقة fixed product mix method. بتقول ايه الطريقة دي؟ بتقول ان ده product J وده product F، ان انا ببيع for every 3 product او units from J ببيع قصادها 2 units من F او من C، انا اسف، يبقى اجمالي عندي 5 يونت ده بير باكج. طب الكونتريبيوشن مارجن بتاع J كان كام؟ الكونتريبيوشن
contribution margin بتاع G طلعناه 60 و 80 يبقى ده 60 وده 80 يبقى total contribution margin 140. فالطريقة دي بتقول لي ان انا هقسم الـ fixed cost divided الـ total contribution margin يبقى 68 divided 140 تمام. هنا احنا عملنا غلطة كبيرة سوري انا نسيت ايه احسب توتال يعني ال 3 يونت multiply $60 for each unit ده contribution margin ال 2 يونت multiply $80 for each unit تمام 160 و 180 يبقى 200 يبقى 300 and كام 340 ده total contribution margin 340 انا بجيب يا شباب ايه total contribution margin يعني 60 و 80 ده per unit ده per unit فانا عندي for each 3 units من J ببيع 2 units من C يبقى ده معناه ايه ده معناه ان انا عندي total contribution margin 340 هقسم total fixed cost 68 divided 340 هيديني 200 ايه ده 200 باكج طب ما كده غلط انت لما عملت البريك ايفن هنا طلع 1000 يونت من التو برودكت هنا طلع 200 ايوه ده 200 باك وكل باك احنا قلنا ان فيها كام برودكت فيها 3 product من J and 2 units من C يعني لو ضربت في ال package اللي هي each package contain 5 units هيطلع كام 1000 units هي هي نفس الطريقة بس هنا جابها لك بطريقة الايه ال fixed product mix تمام طيب حضراتكم هتعملوا ايه هتحلوا الباقي الجزء ده مش موجود في الكتاب اللي هي المسائل بتاعت السيلز ميكس بالشكل ده حضرتك عندك مسائل هنا ومسائل اساينمنت تحلها لي كلها وعندك هنا ماتشنج برضه ايه تحله لي يبقى احنا كده خلصنا يا شباب شابتر ايه الشابتر بتاع كوست فوليوم بروفيت اناليسيس حضرتك تحل يا ريت على قد ما تقدر اتفقنا دكتورة دنيا كمان بتحل معاك في السبت اشوفكم على خير بإذن الله بالتوفيق